أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق المنامة فوزا ثمينا على سترة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. هدف اللقاء الوحيد حمل إمضاء اللاعب محمود عبد الرحمن من ركلة جزاء في الدقيقة 91 ليبتعد بذلك المنامة لأول مرة عن المركز الأخير في سلم الترتيب العام خلال القسم الثاني من الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على سترة. نتمنى الشاهد هو السبب الرئيسي لتقدم المنامة في هذه المباراة وقبل الهدف. في المقابل تمكن الأهلي من التغلب على الرفاعة بهدفين مقابل هدف، فيما سقط الحال أمام الملكية بثلاثة أهداف لهدفين، لتبقى الجولة الأخيرة هي الحاسمة في تحديد الفريقان الهابطان لدوري الدرجة الثانية بعد تقارب النقاط بين خمس فرق. هذا وكان فريق الحد المتوج باللقب منذ الجولة الماضية قد واصل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري، وذلك بعد تحقيقه الفوز 11 في المسابقة، والذي جاء على حساب جاره لبستين بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني. ويدين الحد بهذا الفوز لمهاجمه محمد الرميحي الذي سجل 4 أهداف على مدار شوطي المباراة، كما أضاف زميله حسين سلمان الهدف الخامس قبل نهاية المباراة ب8 دقائق، ليرفع بذلك الحد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول. بعد زلزال خطرة ذي محمد رميحي، يا سلام، تتهيأ الكرة تسديده في الجول، جول من الخبير الدول حسين سلمان، الخبير حسين سلمان، الحد يبصم بالخمسة. نعم الحد يبصم بالخمسة في شباك مرمى فريق لبستين. من جانبه تمكن فريق المحرق من تحقيق فوز صعب بعدما قلب تأخره بهدف أمام الرفاع الشرقي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الرفاع الشرقي تقدم أولا عن طريق فيصل بودهوم في الدقيقة 29 قبل أن يقلص إسماعيل عبد اللطيف النتيجة للمحرق في الدقيقة 48، وتمكن بعد ذلك البرازيلي إلياس من تسجيل الهدف الثاني للمحرق، وفي الوقت بدل الضائع عاد إسماعيل عبد اللطيف ليسجل الهدف الثالث لفريقه. من الياسو البرازيلي أوليفيرا يأتي بهذا الثاني في مكان جدا مناسب. وإلى كرة اليد، تمكن فريق بربار من تحقيق الفوز على الأهلي ب 32 هدفا مقابل 24 في اللقاء الذي جمع بينهما بمنافسات الجولة الأخيرة من الدورة السداسية للمجموعة الأولى ضمن منافسات دوري كرة اليد. وبهذه النتيجة حسم فريق بربار صدارة الترتيب لصالحه برصيد 13 نقطة.